وسط العيال معاها 4 عيال، 3 بنات وولد. فبصت لقيت ده كان بيعيط عشان والدته انها سابته ومشيت، راحت شايله. هي كانت كل حاجه مدبره. انتهزت فرصه ما هي مندمجه مع العيال الصغيرين التانيين، راحت واخدها ومشيت. عاوزين نشكر الشرطه والحمد لله ان رجالنا بالسلامه. الامن والشرطه هم اللي تعبوا مش احنا. ربنا يبارك لنا في الشرطه بتاعتنا وفي الرئيس بتاعنا برضه. انت متخيل ابنك يرجع؟ كان عندي امل. احنا نجيب لكم الحل عندكم. بجد الشرطه انا بدعي لها من ساعتها. جوزها ميت وعايزه تورث فيه وما عندهاش ولد منه، فخطفت ده عشان تورث فيه. الحمد لله رب العالمين. نزلت بكاميرا التفاصيل في محافظة القليوبية مدينة العبور. نزلت علشان خاطر طفل اسمه حمدي. حمدي طفل سنة ونص، مر بتجربة صعبة قوي، اتخطف من قدام باب بيته. مش دي المشكلة انه اتخطف والحمد لله انه رجع، لانه رجع فده خير. المشكلة ان الست اللي خطفته علشان ابنها توفى، ابنها الرضيع توفى، وهي خدته عشان تحافظ على معاش جوزها. حاجة كده الواحد يستغربها. يعني انت خطفتي الولد ده وحرمتيه من امه وابوه، عيشتيه رعب ربنا لوحده اللي عالم بيه، رعب حقيقي، علشان تحافظي على معاش جوزك. تعالوا نبارك رجوعه ونسمع منهم الحكاية بأدق التفاصيل على صدى بعدتهم. يمكن كانت لحظات صعبة قوي على كل أهل البيت. طبعا. على الطفل اللي اتخطف وعلى مامته وجدته ووالده ووالدته. أمر صعب قوي قوي. والله صعب. يمكن يعني أنا عندي، يعني ربنا يخليكم، عندي شاب متوفي يعني سايب عيال أطفال كده. والله يمكن ما يعني أنا سلمت أمر لله وقلت أنا فوضت الأمر يعني ليك يا رب. يعني وقعدت احتسب كده لربنا انه يرحمه، وما زعلتش اكتر ما زعلت على الواد ده. بقول ده لو يعني الحمد لله ان هو يعني ربنا يبارك لنا في الشرطه بتاعتنا وفي الرئيس بتاعنا برضه، لان هو يعني مدرسه للشرطه ومدرسه للبوليس ومدرسه لكل حاجه. حصل احكي لي. ما انا هحكي لك على اللي حصل. ما هو احنا لو مش دول مش هنجيبه برضه. صح. مش هنجيبه. صح. احنا يعني مش عارفه انا اقول لك ايه. يعني احنا فيها نسمع على عيال اتخطفت كتير وما كانتش بتيجي. متخيل لو يرجع؟ ما كناش متخيلين والله. يعني احنا كنا فاقدين الامل جامد. وهو اللي حصل بقى هي والدته يعني تيتا دي ما بتسيبوش في اي فسحه في اي حاجه بتطلع معاه. في اليوم ده كانت يعني جارتنا هنا قالت لها ده فيه رحله للعيال يعني تبع تحفيظ القران وبيعملوا جواز للعيال، تعالوا نروح. فوالد جوزها قال لها لا ما تروحيش عشان العيال. والدته قالت له لا خلوهم يروحوا يتهووا. فراحوا قاعدين في الجنينه وبيفرقوا الجوائز. هو قاعد يلعب حواليهم، يجيبوه فرحان بالهيصه ويخش تروح تجيبه. عيال كتير بقى فمبسوط. زحمه اكتر من 1000 2000 كتير. ففرحان هو راحت تجي يعني تجيب الجايزه لاخوه، وقاعد مع جيراننا وبنتنا وكله وقاعد يلعب. دي جت في وسط العيال معاها 4 عيال، 3 بنات وولد. وجت تعالوا العبوا مع عيالي، تعالوا العبوا ومش عارفه ايه. اللي قال لها لا واللي سابها ومشي واللي سيطرت عليه لا يلعب مع عيالها. فبصت لقيت ده كان بيعيط عشان والدته انها سابته ومشيت، راحت شايله. معانا برضو جارتنا يعني كويسه، قالت لها لا هاتيه انا اللي هشيله. قالت لها لا انت ظهرك وجعك، عشان ظهرك انا بشيل، انا واخده على شيل العيال. وبعدين العيال في السن ده بيبقوا صعب شويه. فراحت شايله وهي واقفه دي قاعده على الكرسي والتانيه واقفه بيه. والدته جات اللي هي الهانم دي جات
اتلهت بقى بتفرق بقى الجواز لاخته ولاخوه واللي قاعدين. دي كانت انتهزت فرصة ما هي منتمكة مع العيال الصغيرين التانيين، راحت واخده ومشي. دول يعني مفكر ان هو جري في الزحمة وكده، قعدت تدور وتعمل. راحت متصلة بجده اللي هو الأستاذ أحمد، وراح فين؟ قال لها عليكي وعلى الاسم على طول، روحي بلغي في الاسم. ما شاء الله بلغوا في الاسم، راحوا جابوا راحوا المركز النادي اللي هم كانوا فيه، فرغوا الكاميرات وما شاء الله عليهم. انا شوف بجد الشرطه انا بدعي لها من ساعتي بجد بجد، وهم غاليين علينا كلنا وعلى الشعب المصري، انا غلي عليها بزياده بزياده بزياده، وكنت نفسي امال على رجلهم ابوس والله من اللي احنا شفناه. وربنا يحفظهم جميعا يا رب، كده ما نسمع عليهم اي حاجه وحشه في الشرطه بتاعتنا وفي الرئيس بتاعنا وفي كل حاجه الحلوه دي والله العظيم. قعد كم يوم غايب؟ ما هو ده كويس، ما بقول لك ان يعني ربنا فوق كل شيء، والشرطه جابته يا دوبك هو بات الجمعه اللي هي سرقته فيها الساعه 3:30 العصر، جانا تاني يوم الساعه 8 بالليل يوم السبت. حد دي بقى كنت انتوا عاملين ايه؟ كنا عياط بقى وقاطعين اكل، ما فيش حتى ولا ميه حتى نشربها، وعياط وعياط وكل. انا كنت في البلد، انا مش من هنا، انا من الجيزه. انا جيت بهدومي بتاع البيت كده جري، ويعني منظر ما كانش يا رب كده ما حدش يشوف. الله يسلمك الله يسلمك، هي الحوار وما في يعني. فصحباتنا دول بقى عايزين يتفاوضوا معانا، يتفاوضوا معانا بتاع ايه بقى؟ فهد اللي عملوه. بعدين محامي اتكلم مرتين، اتصل مرتين بمحمد، وبعدين قال له انا اتكلم مش معايا ده مع خالي. فين في خالك؟ قال له بيصلي. فهو بيتصل تاني، رحت انا رديت عليه. قلت له بصي بقى الموضوع راح من ايدينا، احنا بقى مالناش دعوه، عايز تتفاوض روح اتفاوض في الاسم مع الشرطه وتفاوض معاه. قال لا بس نتكلم مع بعضينا يعني وكده، وبعد كده هنروح نروح برضه عايزه تروح الاسم تفوض معاها، نبقى نروح معاك يعني. بعد ما قلت له احنا مش يعني يبقى احنا كده هنطلع نصابين مع الشرطه. قال لا سمح الله سمح الله. قلت له لا خلاص قال يعني ايه؟ قلت له ما تتكلمش تاني، عايز تتكلم تتفاوض روح للشرطه هناك وما تجيناش احنا هنا. مالناش دعوه بينا، وقفلت بيها عليه خلاص. يا حمدي تعلم حمدي يا حمدي. ألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك والله الله يخليكي. عاملة إيه؟ يعني طمنيني عليكي بس الأول كده. نزلي في الأرض كده يا هيا. أيوه هو خايف خايف وهيتعلق بيها أكتر. هسيبك يعني بس خلاص بس. قولي لي كده، رحت النادي كان في حدود الساعة كام؟ كانت الساعة 2. رحنا النادي و صحابنا وعيال الاثنين ودي الثالث، قاعدين في كافيتيريا بوب. ايه تعالى انت تعالى، هو عايز يمسك الميكروفون. تعالى حبيبي تعالى امسك بتاعنا. تعالي دول. قولي لي بقى، ازعل منك؟ ازعل خالص من كتر ما هو كان عمال يعيط وكده. فقاعد مع العيال بيلعبوا. خدي يا اما روح لاما يلا يلا. فطبعا عمال يعيط بيعيط، وطبعا كنت انا مع الطفلين التانيين وبيلعب مع العيال. هو انت عندك كام طفل غيره؟ عندي اتنين، دي التالت. انت بقى طبعا في الحفله مركزه مع اولادك التانيين اللي بيسلموا جوايز. وسبتي ده مع حد من قرايبك؟ هي جت خدته. هي جت خدته على اساس ان هي دخلت يعني عملت ان هي مدرسه بتاعت العيال. سالت يعني هارون بتقول له انت في مدرسه ايه؟ قال لها في مدرسه فاطمه الزهراء. لا ابن جده. ابني انا يعني معاه. فقالت له انا في فاطمه الزهراء. وجت بقى قالت لنا المعلومه دي، انا شغاله في فاطمه الزهراء. فهو هارون قال لها انا ما شفتكيش في المدرسه خالص. قالت له لا انا كم سنه؟ عنده 7 سنين. ما شاء الله هو في اولى ثانوي. لا انا ما عرفتكيش. قال لها لا انا ما عرفتكيش، انا ما شفتكيش من اساس. فقالت له ازاي؟ لا انا دخلت في اخر السنه تقريبا، انا في الترم والظاهر ان انت ما رحنا. احنا بقى والدته ردت عليها قالت لها انت الظاهر عشان ما كانش بيروح كتير فما ما تعرفش على حضرتك. كم سنه الست دي؟ يعني في حدود عندها
زي 32 سنة. وهي واقفة قدامك ما شكتيش فيها؟ ما تشكيش فيها، واحدة لابسة نقاب ولابسة بلطو، يعني لابسة حلو، مش لبس مقطع ولا لبس وحش، لا لابسة لبس حلو ما تشكيش فيها. وبعدين كان معاه هارون جاي كان بيلعب مع العيال، عيالها اللي هي بتقول عليهم عيالها. قال لي يا طنط آية ده العيال اختفوا. بدأنا ندور عليها في الملعب ما لقيناهاش. رحنا بلغنا الإدارة بتاعت الملعب. انت شكيت فيها ايه؟ مع يعني اختفاءها دي ليه؟ ما انا عرفت ان هي طالما مش موجوده يبقى اكيد خدته. لو موجوده هتحاول ان هي تظهر نفسها او ان احنا هنشوفها، مش هتستخبى مننا. انت كان شاكك فيها؟ انت شكيتي في الست دي؟ فروحنا بلغنا في الاداره. ندعو عليها مره واثنين وثلاثه وبقوا يدوروا معانا ما لقوهاش. فرنينا على جده احمد عشان يجي لنا، فراح قال لنا اعملوا محضر في الاسم، اجروا على الاسم على طول واعملوا محضر. رحنا عملنا محضر والشرطه بقى راحت جابته لنا بعدين. مين اللي جابه لك وقال لك حمدي معانا؟ اما الشرطه رنوا على جده احمد قالوا له ايه؟ قالوا له الطفل معانا في الاسم. ومين اللي راح خده؟ كلنا بقى كلنا رحنا جبناه. نفسنا نروح ونلاقيها كل واحد يشد منها حته يقطعها. كلكم نزلتوا برابطه النهارده؟ كلنا الظروف اللي احنا كنا فيها كنا عايزين بقى. انا يقولوا تعالوا استلموا الطفل، احنا مش مصدقين. قلت صوروه وهاتوه لي، انا مش قادره انزل، صوروه وهاتوه لي. ابنه راح مصوره وهو شايله كده، لو ما صدقت انه جه فعلا. والله الحمد لله. كانت الساعه كام لما رجعوه لكم؟ كانت الساعه بين 8 9 كده بالليل. كنت قاعده بتعملي ايه يا ايه بقى؟ قاعده تعيط ومكومه فوق في الانتريه زي كده، وقاعده كده. أم هي الأم لازم، أصل هي بتعيط على الواد وإحنا مش ساكتين، يعني بنديها جامد في جنبها. كنت خدي بالك. خدي بالك. أنتِ ابنك سبتيه. أنا كنت جاية من الجيزة على أساس أقطعها على حتت عشان عيل زي ده. دور الأهل كله نفس الدور. والله لأن ده طفل ما يتسابش. لو هو لو هي حتى 100 حاجة. أنا أما بروح معاهم مصيف، بروح نادي، بروح جنينة، أبقى ما بحبش لا بحر ولا أحب حاجة إلا أبص على العيال أشوفهم رايحين. أول ما شاف مامته عمل إيه؟ أول ما شافك إيه؟ قولي لي كده. أول ما شافك حمدي عمل إيه؟ مخدرات ما بيتكلمش ولا عارفنا. مخدرات؟ والله ما كانت زي ما تقولي مديله حاجة عشان ما يعيطش معاها. كان ساكت. كانت مشممه حاجة إنه ما يتكلمش وصارح كده. حتى لما هي خدته، حتى الشرطه مصوراها وهي طالعه بيه وجريت، وراحت مشاوره لعيالها جريوا وراها على عربيه حمراء كده خدتهم. وبعد كده يعني هو انت يا ايه ما استلمتيه من الضابط كان متخدر؟ ايوه. وهي مخدر ازاي بقى؟ مخدر ما تعرفش يعني. لما فاق سمعان عمال يعيط على صرخه واحده، معناه انه ما كانش سليم. يعني انت دخلتي عيد نايم ولا صحوا بيعيط؟ هم ما ورناش الطفل اللي غير لما فوقوا تقريبا. وهي اما خدته عشان ما يعيطش معاها في الشارع وهي ماشيه، برده كان نايم عليها. واحنا اصل جابوا لنا الفيديو ما شاء الله، ومتابعين وراها ورايحه فين وركبت عربيه ايه ونزلت فين، وجابوها من شبرا الخيم. لا هي بالعبور ولا احنا بقى نقول هنا ناحي القليوبيه ناحي بتاع النهضه ناحي الحاجات دي. شوفي، واللي قال لنا في جسر السويس، انما هي كانت في شبرا. الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. عايزه تقولي حاجه؟ قولي. والله انتوا عايزين نشكر والله. قولي ايه؟ عايزين نشكر الشرطه والحمد لله انه رجع لنا بالسلامه. انت متخيله ابنك يرجع؟ كان عندي امل. قلبك كان قالك هتشوفي ابنك؟ طبعا. بقيت ادعي من ربنا انه يديني اشاره لو ابني سليم، ولو في حاجه برضو ربنا يديني اشاره. ايه بقى حسيت بايه؟ حسيت ايه يا حبيبي؟ بفرحه ان قلبي عمال يدق. قبلها بساعتين تقريبا بقول لهم انا حاسه باحساس غريب، بس مش عارفه ان كان حلو ولا وحش. تعالي لي انا بس. انت مالك متضايق كده؟ يعني سبحان الله حسيت ان انت هتشوف ابنك تاني. طبعا. بقيت ادعي من ربنا ان لو ابني سليم ربنا يديني اشاره، ولو في حاجه برضو ربنا يديني اشاره. يلا وربنا اداكي الاشاره وشفت ابنك تاني. الحمد لله. الف حمد لله على سلامتك.
في وسط العيال، معاها اربع عيال، ثلاث بنات وولد. فباصت لقيت ده كان بيعيط عشان والدته انها سابته ومشت، راحت شايله. هي كانت كل حاجه مدبره، انتهزت فرصه ما هي مندمجه مع العيال الصغيرين التانيين، راحت واخدها ومشت. عايزين نشكر الشرطه والحمد لله ان رجالنا بالسلامه. الامن والشرطه هم اللي تعبوا مش احنا. ربنا يبارك لنا في الشرطه بتاعتنا وفي الرئيس بتاعنا برضو. انت متخيله ابنك يرجع؟ كان عندي امل. احنا هنجيب لكم الحل عند الدكتور. بجد الشرطه انا بدعي لها من ساعتها. جوزها ميت وعايزه تورث فيه وما عندهاش ولد منه، فخطفت ده عشان تورث فيه. الحمد لله رب العالمين. عايزه حضرتك بقى تحكي لي كده، اه ايه كانت الاجراءات، ايه كانت الدنيا عامله ايه؟ يعني انت رحت قلت لهم اعملوا محضر. لحظه، انت عايزه بالتفصيل؟ اه هو بيقول جسمه تفاصيل وبالديفوهات. انت قول بقى براحتك. ايوه بالظبط كده، التفاصيل براحتك. تمام. مبدئيا لما هي اتصلت بيا، او زوجتي هي اللي اتصلت بيا في الاول، قالت لي ان احنا شاكين انه اتخطف، كان في اول خمس دقائق من اختفائه. فانا قلت لهم خلاص استنوا شويه، فاتصلت ب 122 واتصلت بيهم تاني، قلت لهم فورا روحوا على قسم الشرطه اعملوا محضر، وانا راجع في الطريق هروح على الجنينه حالا دلوقتي. حضرتك فين بقى؟ انا كنت نازل على وسط البلد بس رجعت في نص الطريق. طيب رجعت تاني فورا على طول. طيب عملوا محضر. عملوا محضر. عقبال ما عملوا المحضر اتهموا في حد؟ نعم اتهمتوا في حد؟ لا طبعا، لا نهائي، لا نهائي، ما نعرفش حد خالص لسه خالص نهائي. انا رحت على مكان الحادث نفسه اللي هو الجنينه اللي كان فيها الحفله، كان لسه ما فيش حد جه. في مسجد جنب الجنينه، شفت فيه كاميرتين، دخلت على المسجد صليت المغرب هناك، كان ساعتها المغرب خلاص اذنت. سالت امام المسجد قلت له محتاجه اشوف الكاميرات اللي هنا عشان في طفل اتخطف دلوقتي فورا، عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط، مين اللي خدته وراحت بيه فين. حاولنا نفتح الكاميرات ما فتحتش، ناسين الباسورد وحاجات كتير بقى في المسجد. بعد كده عقبال ما طلعت من المسجد لقيت اكتر من ضابط شرطه واقف ومناء شرطه، ناس كتير جدا ما اعرفهاش طبعا خالص نهائي. منهم واحد اداني رقم تليفونه وقال لي خلي تليفوني معاك ونتابع مع بعض لحظه بلحظه. هو شافني انا متحرك، وهو كمان كان متحرك جدا 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 فوق الوصف يعني. بدأنا نتحرك، راح على السوبر ماركت اللي جنب الجنينة، بدأنا نفرغ الكاميرات اللي فيه، جبنا منه فيديو. طبعا الفيديو كان فيه واحدة ست لابسة نقاب شايلة عيل، مش متأكدين إذا كان هو ولا لأ، بس بعد كده اتأكدنا طبعا بالشهود اللي هي زوجتي كانت هي الشاهدة وجارتها وهارون ابني وكذا وطفلة تانية، كلهم قالوا هي دي بأوصافها ومعاها ثلاث أولاد، بنت وولدين. الفيديو طبعا انا بعته لكم بيفسر الموضوع بالتفصيل. الست خدت الولد بنفس الطريقه اللي انا طبعا ما شفتش خدته ازاي اصلا، بس خروجها من الجنينه اتشرح كله كامل. خرجت من الجنينه بالطفل ووراها الثلاث ولاد مش قدامها، عشان بس الموضوع دول ولادها؟ لا طبعا ما اعرفش اكيد، لا اسلوب تحركهم معاها وتوجههم ليها يدل انهم مش ولادها طبعا، ما فيش اولادها هيطوعوا امهم في حاجه زي كده. الثلاث اولاد ماشيين وراها صف، بيبصوا وراهم وهي ماشيه قدام. تمام كده، ركزوا بس في الموضوع ده كويس قوي. هما بيبصوا وراها طول ما هي ماشيه قدام، عايز يشوفوا حد خارج وراهم من الجنينه ولا لا. واحد فيهم ماسك موبايل. العربيه اللي كانت منتظمه يعني 13 14 والطفله الصغيره ممكن تبقى 10 او 8 سنين حاجه زي كده، يعني في الحدود دي، ما اقدرش اجزم قوي في الـ في الـ في الاعمار. الثلاثة بيبصوا ورا عشان يشوفوا حد خارج من الجنينه ولا لا. واحد منهم الكبير بيشاور العربيه، هي بتبص للعربيه وهي ماشيه، وقفت ورا السوبر ماركت والولاد واقفين قدامها، العربيه وقفت قدام باب السوبر ماركت، ركبوا الاول الثلاث اولاد وهي في الاخر، عشان برضو لو حد جاي وراهم تقول انا بشتري حاجه من السوبر ماركت للنور وما بيخطفوش ولا حاجه. يعني هي كانت كل حاجه مدبره، يعني مش مساله بقى ان هي كانت غصب عنها وخدته، لا ده كل حاجه مرسومه صح. طيب هي قالت ايه في التحقيق؟ والعربيه ما كانت من غير نمر كمان، يعني العربيه تبعها؟ اه طبعا. طيب هي قالت في التحقيقات خطفته ليه؟ بغرض ايه؟ بص المبررات كانت كثيره. اقول لي بقى يعني انا غنيت لها اغنيه ورده هناك في النيابه بتاعت اسمعوني، ما هي طول ما واقفين عمال تقول لي اسمعوني، النيابه ما سمعتنيش، انتوا هتسمعوني، رحت مغني لها الاغنيه كامله عشان موضوع اسمعوني دوت. مبررها ان والدتها كانت في المستشفى بتعمل عمليه وبين الحياه والموت، فهي من خضتها خدت الطفل من غير ما تقصد ومشيت. طبعا الحدث اللي قدامنا في الفيديو المصور يدل على غير كده خالص، دي اول حاجه. ثاني مبرر ليها قالته طبعا هي كتر الاخطاء بتاعتها ان بقت تقول مبرر ثاني. المبرر الثاني بتاعها اللي هي كان جوزها ميت وعايزه تورث فيه وما عندهاش ولد منه، فخطفت ده عشان تورث فيه. طب هتجيب له شهاده ميلاد منين؟ هتزور شهاده ميلاد؟ طبعا
يعني حواراتها كتير ملهاش معنى ولا لازمه خالص. طيب حضرتك دلوقتي المحامي اتواصل معاكوا فعلا؟ المحامي وقف معايا في النيابه اول امبارح، وانا سامحني في الكلمه قلت له كلام غير لائق وزعل مني، وجي كلمني في التليفون تاني ورفضت اكلمه خالص. فالجمله الثانيه اللي اتقالت لي من ناس هناك في النيابه، طب هم ممكن يدوك تعويض، قلت لهم مش انا اللي هقبل التعويض لسبب صغير. معاه فلوس؟ ما الله اعلم، بس هو بيقول لي ممكن يدوك تعويض. انا رديت رد واحد صغير جدا، قلت لهم التعويض انا مش هاخده، ولا الولد ده هياخده ولا اهله هياخدوه. اللي هياخده مين؟ الامن اللي تعب، الامن والشرطه هم اللي تعبوا مش احنا، هم اللي تعبوا، هم اللي قعدوا يومين كاملين في الشارع مش احنا، احنا كنا قاعدين في بيوتنا. تصبح حضرتك حمدي معايا بالظبط كده. كنت فين؟ هو اللي بقى سخن اللحظه هي البدايه خالص. واحده جارتنا هنا اسمها استاذه دعاء، لقيتها بعتالي بوست كده، عملت شورت كات من على الفيس، قالت لي واحده صاحبتي على الفيس بعتالي بتقول ان الست اتمسكت وفي القسم. انا بصراحه ما صدقتهاش قلت اكيد زي الناس، ناس كتير عماله تتصل بينا، قلت اكيد ده مش حقيقي. فروحت متصل بمحمد ابو الطفل، قلت له يا محمد ممكن انت فين دلوقتي؟ قال انا في البيت لسه راجع دلوقتي حالا. كنا احنا طبعا بنلف على فكره في الشارع برضو، يعني رحنا منطقه النهضه قعدنا نبص فيها ومدينه السلام والمرج، قعدنا بنشوف بقى يمكن نستدل على اي شيء. ما قيت ده ان كانه ابره في كوم قش. لا وكنا بنضل ما بنسكتش برضو، برغم على فكره في قسم الشرطه بتاع العبور قالوا لنا ما تتحركوش من مكانكم، احنا بنتحرك كويس جدا وبنوصل لنقط قويه جدا، مش عايزينكم تتحركوا اي حركه خالص، احنا كل حاجه عنده ماشي. يعني كان كل شيء تمام يعني الحمد لله. بعد ما قلت لمحمد يروح على قسم الشرطه، فمحمد فعلا راح هو وابن خالتي. فبعديها بعشر محمد طبعا لما قلت له الكلمتين دول هو من الفرحه مشي وساب تليفونه. فابن خالتي اتصل بتليفوني قال لي ده فعلا ده هو حمدي جوه في القسم والست مسكوها بجد. طيب واحنا كلنا جرينا على هناك طبعا. مفيش كلمه من حضرتك بقى لكل حد ساعدك في المحنه دي. انا بنشكرهم والله. والله بص اقول لحضرتك على حاجه، هي الكلمه اتقالت في الاول اللي هي ايه، انا اول ما الاستاذ الضابط اللي كلمني في التليفون وقال لي ساعه وتعالى استلمه، طبعا انا ما روحتش على الاسم غير ما قال لي هو كده بنفسه، انا قلت له انا بتمنى اجي ابوس ايدك. ده حقيقي بجد، انا قلت له كده انا بتمنى اجي ابوس ايدك. ليه؟ لان فعلا كان مجهودهم وشكلهم وحركتهم واحنا هناك. انا فضلت قاعد معاهم للساعه 2 بالليل، هو اللي قال لي روح، قال لي ما تقعدش معانا اكتر من كده كفايه في اليوم اللي اتخطف فيه. حركتهم ومجهودهم انا ما شفتهاش في افلام قبل كده، يعني اللي بيشوفه في الافلام والمسلسلات ما شفتوش في الطبيعه تاني، يعني اول مره في حياتي اشوف المنظر ده والتحرك دوت والنظام اللي هم كانوا ماشيين بيه فعلا ما شفناهوش قبل كده خالص. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الف حمد لله. الله يسلمك. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا حمدي. انت رحت فين؟ تعال باي. تعال تعالى تعالى تعالى. بسم الله. مره مش عايزني اروح وخايفه، مره رحت الثانيه وجريت معاها الحمد لله على السلامه. طب صيط شيء وخلاص اتخض عايز ماما على طول. الحمد لله. تعالى تعالى تعالى. وحش وسط العيال، معاها اربع عيال، ثلاث بنات وولد. فبصت ليه ده كان بيعيط عشان والدته انها سابته ومشيت راحت شايلاه. هي كانت كل حاجه مدبره. انتهزت فرصه ما هي مندمجه مع العيال الصغيرين التانيين، راحت واخدها ومشيت. عاوزين نشكر الشرطه والحمد لله ان رجالنا بالسلامه. الامن والشرطه هم اللي تعبوا مش احنا. ربنا يبارك لنا في الشرطة بتاعتنا وفي الرئيس بتاعنا برضه. انت متخيل ابنك يرجع؟ كان عندي أمل. احنا نجيب لكم الحل عندكم. بجد الشرطة أنا بدعي لها من ساعتها. جوزها ميت وعايزة تورث فيه وما عندهاش ولد منه، فخطفت ده عشان تورث فيه.